في بعض الادعاءات التي قامت بها احدى الشبكات الامريكيه سي ان ان تجاه الدور المصري. الادعاءات دي يعني بتقلل من الدور المصري تجاه القضيه الفلسطينيه. سبب الادعاءات دي ايه؟ يعني هي هذه الادعاءات ليست الاولى ولن تكون الاخيره، لانها اولا لا تعكس لا حقائق او وقائع محدده، كما اشار الاستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئه العامه للاستعلام الاستعلامات. من وجهه نظري هناك مجموعه من الاسباب اللي تفسر مثل هذه الادعاءات في هذا التوقيت. التفسير الاول وهو محوريه اللوبي الصهيوني اللي مسيطر على مؤسسات وتجمعات ضخمه في الولايات المتحده. ما نيجي نشوف هذا اللوبي موجود في وسائل الاعلام، في مراكز البحث والتفكير، داخل الهيئات التشريعيه مجلسي النواب والشيوخ، موجود داخل الادارات الامريكيه المتعاقبه وليست اداره بايدن. وبالتالي محوريه هذا اللوبي اللي هو من وجهه نظري اكبر لوبي واضخم مقارنه باي لوبيات اخرى، يعني مقارنه باللوبيات زي مثلا اللوبي الايراني، اللوبي الكوبي، اللوبي اليوناني، لان الولايات المتحده كدوله ستيت يعني بنتكلم في قاره قايمه حوالين محوريه دور جماعات الضغط في التأثير على صنع القرار الخارجي. وبالتالي محورية هذا اللوبي، خاصة ان هذا العام يا استاذ محمد هو عام الانتخابات الرئاسية الامريكية. ده واحد. النقطة الثانية وهو محاولة لنقل او الخروج من حالة الارتباك اللي بتواجهها السياسة الإسرائيلية في التعامل مع حرب غزة، خاصة وانها يعني بننقل الأزمة بدل اللي هي من الداخل الإسرائيلي الى الخارج، خاصة وإن إسرائيل هي المسؤولة عن التعثر فيما يخص ردها على المقترح المصري أو ردها على الرد الحمساوي. وإن من الواضح إن التوجه الحاكم بعد مرور أكتر من يعني أكتر من 7 أشهر على حرب غزة، التوجه الحاكم للقيادة السياسية داخل إسرائيل ممثلة في بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم الداعم له هو مسارين أساسيين. أولا إرباك المفاوضات السياسية وتصعيد المعارك العسكرية الميدانية في هذا الطب. طب في هذه النقطة تحديدا عايز أتكلم بس النقطة الثالثة وهي محاولة طوال الوقت هي إن نقل الأزمة بدل ما هي مرتبطة بأطرافها حماس وإسرائيل إلى إنها ترتبط ب وسطائها. يعني تلاقي حضرتك في بعض الاحيان كان في توجيه انتقادات لقطر، وفي احيان اخرى اسرائيل تركز على الانتقادات على الدور المصري، على الرغم ان الدور المصري في جزء منها كما ذكر مرتبط بابعاد كثيره. يعني مرتبط بفكره الالتزامات القوميه العربيه للدوله المصريه بمؤسساتها وبشخص رئيسها، لأن حجم الوقت الذي يتم توجيهه فيما يرتبط بالتعامل مع هذه القضية، ما بال حضرتك يا أستاذ محمد في توقيتات الأزمات وتوقيت الحروب. النقطة الأخرى وهو مرتبط بالبعد الإغاثي الإنساني في سياسة مصر الخارجية في تعاملاتها مع القضايا العربية والأفريقية وفي تعاملها بشكل رئيسي مع القضية الفلسطينية. ولذلك نجد أن جزء من الكتالوج الحاكم لسياسة مصر بعد المسألة المرتبطة برفض التهجير وبعد المسألة المرتبطة برفض مبدأ تصفية القضية الفلسطينية وتحويل المقدسات، إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بكافة مناطقه.